صفقة الأهلي الجديدة يا جماعة كانيا فوجيموتو الياباني لاعب طوكيو فيردي والمعار إلى نادي جيل فيزنتي البرتغالي، النادي طبعا اللي بيدرب فيه أو اللي رحل منه مدرب الأهلي الجديد وهو ريكاردو ساواريز أو ريكاردو ساواريش زي ما بيقولوها بالبرتغالية. هل اللاعب ده يصلح يا جماعة إنه يكون أحد لاعبي النادي الأهلي ولا لا؟ طب هو بيلعب في مركز إيه؟ طب عنده كام سنة؟ طب أرقامه إيه؟ طب إيده نيته بالظبط؟ كل ده هنتكلم فيه في الخبر الأول معانا. أما عن الخبر الثاني فهنتكلم عن رحيل محمد النجم لاعب نادي الزمالك وانتقاله الى نادي الوداد المغربي، النادي اللي طبعا هو كان فيه وينال حب كبير جدا 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 من النادي وكل حاجه ومن جمهور النادي ايضا، وده اللي هنتكلم فيه في الخبر الثاني. الخبر الثالث هنتكلم عن دعم إدارة النادي الأهلي لمحمد الشناوي، من أجمل الأخبار اللي ممكن تسمعها بعد الهاشتاج الصعب جدا اللي كان شغال على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر. يعني موقع التواصل الاجتماعي تويتر كان مولع عليه ضرب نار كده بسبب اسحبوا الشاره من محمد الشناوي، مش هو اللي ينفع انه يكون مدرب قائد الفريق الاول بالنادي الاهلي. ويلا بينا سريعا كده بعد طبعا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو ده، لان اللايك بيخلي الفيديو يظهر لكل الناس اللي عندي، وانت اكيد دعمت الفيديو بلايك. اول حاجه طبعا كانيا فوجيموتو يا جماعه الياباني ده لاعب ياباني عنده 29 سنه، عنده 29 سنه، بعض الناس بتقول عنده 23 سنه ولكن ده مش حقيقي، ده عنده 29 سنه. طيب اللاعب ده بيلعب في نادي اسمه طوكيو فيردي ومعار الى نادي جيل فيزنتي البرتغالي، النادي اللي فيه اصلا ريكاردو مدرب الاهلي الجديد، وبالتالي بعض المصادر وضحت ان المدرب ده هو اللي رشحه للنادي الاهلي وقال لهم انا عايز اللاعب ده يكون متواجد معايا، والنادي الاهلي بيلبي رغبات المدرب بما انه مدرب جديد ولسه جاي جديد للنادي الاهلي فاكيد عنده فكر محدد فلازم يساعده الفكر بتاعه. طلع علينا مصدر من النادي الاهلي وقال لك ان المدرب ده او ريكاردو ما طلبش مننا الموضوع ده على الاطلاق، يعني المدير الفني الجديد للنادي الاهلي ما قالناش ان احنا عايزين اللاعب ده على الاطلاق وما اتكلمش معانا في الموضوع ده ونفوا الكلام ده على الاطلاق. بعض المصادر الاخرى وضحت كده، يعني مصادر من النادي الاهلي نفت الموضوع، مصادر تانية قالت لا ده في كلام حقيقي، وطبعا سياسه النادي الاهلي كلنا عارفينها بيخلص في الصفقات، ودايما بقول الكلام ده بيخلص في الصفقه من غير ما حد يعرف هو بيفكر ازاي، وده سيستم النادي الاهلي، وقلت الكلام ده مره واثنين وثلاثه هنا على قناتي وعلى صفحتي على الفيسبوك. النادي الاهلي بيلعب في حته وبيباصي للاعلام والميديا حته تانية خالص، يعني ممكن يكون اصلا موقع مع اللاعب ده وممكن يكون موقع مع اشرف بن شرقي ومحدش يعرف لحد دلوقتي الحاله، فما فيش حد فينا يقدر يرتجل علشان نخلص قصه الموضوع. طيب لو اللاعب ده هيجي، اللاعب ده يا جماعه لعب كام مباراه وشارك في كام مباراه؟ شارك في 121 مباراه، سجل كام هدف فيهم؟ يعني حوالي ولعب حوالي 7200 مش عارف وكام و20 دقيقه، سجل كام؟ سجل 8 اهداف. طب صنع 7 اهداف. طب بيلعب في مركز ايه؟ بيلعب في مركز خط الوسط، دي ارقام اللاعب وده المركز بتاع اللاعب، ويعتبر دي ابرز الحاجات اللي تخص اللاعب الجديد بتاع النادي الاهلي. اعتقد كده ان انا جبت لكم اهم وابرز الحاجه اللي انتوا عايزين تفهموها عن اللاعب ده. طبعا انت لما قلت لك ممكن لعب 7200 مش عارف و26 7226 مباراه وسجل 8 اهداف بس، صنع 7 اهداف بس، فانت من وجهه نظرك ممكن تكون في 121 مباراه، فطبعا انت من وجهه نظرك ممكن يكون صفقه دي هينه وما تنفعش ولا تصلح انها تشارك فيه مع النادي الاهلي على اي حال من الاحوال. فانا احترم رايك جدا، مش هقدر ان انا اتكلم، هتكتب طبعا رايك في التعليقات وتقول لي رايك ايه بالظبط في الصفقه دي. اما بقى عن انتقالها للنادي الاهلي او لا، انا ما اقدرش اقول لك ان هو هينتقل الى النادي الاهلي، ولكن بعض المصادر بتقول ان اللاعب ده مرشح بقوه للنادي الاهلي، وبالفعل ممكن تكون بعض المصادر دي حقيقيه اكتر من الناس اللي طلعت وخرجت عليها من النادي الاهلي، لان دايما النادي الاهلي بيحب يخبي هو بيعمل ايه بالظبط او بيشتغل على ايه بالظبط، علشان برضو ما نظلمش حد من الطرفين دول او نقول مين اللي بيكذب او مين الصح او مين الغلط، مش هنقول حته زي كده خالص، ولكن هقول لكم اني لو اللاعب جه فدي ارقامه، اللاعب ما جاش يبقى انا ما قلتلكوش ان اللاعب جاي او ما جاش، اللاعب طلع فانا جبت لكم كل الارقام بتاعته وحبيت اعرضها لحضراتكم فقط لا غير، عشان انا عارف ان في ناس كتير جدا هتبدا تتكلم وناس كتير جدا هتقول اي كلام على اي صفقه انا بتكلم عليها. طيب نيجي بقى لموضوع محمد النجم وانتقاله الى نادي الوداد المغربي، خلينا كده نتكلم بكل وضوح مع بعض. محمد النجم يا جماعه دلوقتي ما فيش اي اتفاق حصل بينه وبين اداره نادي الزمالك على التجديد، يعني هتجدد لا مش هجدد، طب هجدد طب مش عارف ايه، في كده انطباعات غريبه ما بين محمد النجم وبين اداره نادي الزمالك، واللي حاصل كالتالي اداره نادي الزمالك هتفكر في الرحيل. ما خلاص دلوقتي كابتن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لخصها للكل، انا يا جماعه عشان تبقوا فاهمين الصوره، اي لاعب يتمرد على نادي الزمالك، نادي الزمالك اكبر من اي حد ونادي الزمالك هو اللي مش عايزه، مش هو اللي بيبقى مش عايز نادي الزمالك، لا ده نادي الزمالك هو اللي مش عايزه.
ده كلام المستشار مرتضى منصور، ايضا كلام المشرف العام على الكره بنادي الزمالك امير مرتضى منصور ابن رئيس النادي، برضه ده نفس كلامه بالظبط. يعني هما كده الكلام يعتبر نسخ بالظبط كوبي من والده في كل حاجه وفي كل التصريحات، لان كل حاجه ماشيينها بسيستم ونظام معين. فهم دلوقتي اللي هيمشوا من النادي الاهلي بنسبه 90% طارق حمد محمد ابو جبل، ودول خلاص ما فيش اي اتفاقات حصلت ما بينهم، ويقال انهم متفقين مع انديه اخرى، وبالتالي عايزين يعملوا مستقبلهم اكتر لانه جايلهم عروض عاليه جدا. فدي القصه بتاعت محمد ابو جبل وبتاعت طارق حمد. طيب اتضاف عليهم والنجم، اتضاف عليهم اشرف بن شرقي، دول الاربعه منهم اللي اقدر اضمنهم لك بنسبه 95% هيرحلوا بالفعل عن نادي الزمالك، وهو اشرف بن شرقي، محمد ابو جبل، طارق حامد. طيب قلناش ما اعرفش ليه، لان انا ما فيش حد طلع اساسي من نادي الزمالك قال لك ان دول هيمشوا، لكن لا، محمد ابو جبل وطارق حامد واشرف بن شرقي طلع المستشار مرتضى منصور وقال لك ان احنا الثلاثه دول مش هيكملوا معايا. في الاول قال طارق حامد وقال محمد ابو جبل، راح لفيريرا المدير الفني للفريق الاول بالفريق الابيض، تعالى كده يا عم الحاج، الناس دي مش هتشارك معاك والناس دي مش هينفع تلعب معاك. قال لهم اللي في مصلحه النادي انا معاكوا فيه، راجل مسالم وجميل جدا، اللي في مصلحه النادي انا معاكوا فيه، واللاعب اللي مش هيشارك معايا في التمرين مش هيشارك معايا في المباريات، وده شغلي وده سيستمي. خلاص كده يبقى لخصنا قصه محمد ابو جبل وطارق حامد. مين اللي هيمشي تاني من الزمالك؟ هيمشي محمد قلناجم لو ما اتفقوش. مين اللي مشي اصلا من نادي الزمالك في الوقت الحالي وما فيش حد يعرف وجهته؟ وانا قلت لكم فيديو هتلاقوه على قناتي، ادخلوا اسمعوا الفيديو متكلم فيه عن وجهه اشرف بن شرقي فين بالظبط، هتلاقوه ورق يعني قبل الفيديو ده على طول ان شاء الله هتلاقوه على القناه ونازل. اما بقى عن محمد، كده يعتبر خلصنا قصه الزمالك، نروح لمحمد الشناوي ودعم النادي الاهلي. امبارح وطلعت اتكلمت في فيديو شورتس كده صغير على اليوتيوب عندي هنا، اتكلمت في فكره ان محمد الشناوي بيعاني في الوقت الحالي، وان مستواه كل ما جاي في النازل، وعلشان مستواه في النازل فبعض مشجعي الاهلي طلعوا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتويتر، طلع ويتكلموا، شغلوا هاشتاج كده اسحبوا اشاره من محمد الشناوي. معنى كلامه ان محمد الشناوي ما ينفعش هو اللي يكون القائد بتاع الفريق، لا يصلح محمد الشناوي انه يكون هو القائد بتاع الفريق، وبالتالي عايزين يمشوا محمد الشناوي لا عايزين الشاره تتسحب منه، مش انت اللي تصلح انك تتولى قياده الفريق، لان انت مستواك كل ما جاي يبقى في النازل ومستواك كل ما جاي يبقى ضئيل. لو هتسالني عن وجهه نظري هقول لك ان وجهه نظري انا ضد فكره الكلام ده على الاطلاق. محمد الشناوي حارس كبير جدا، محمد الشناوي وجوده اصلا في حد ذاته بيعمل رعب للمهاجمين، ولو انت مش فاهم حاجه زي كده يبقى ده عيب عندك انت. لكن لما نيجي نتكلم عن محمد الشناوي فانت لازم تقول ان محمد الشناوي حد كويس، تقول ان محمد الشناوي حد جميل جدا جدا جدا، تقول ان محمد الشناوي هيرجع لمستواه، لكن ما تهبطش الدنيا وتدمر الدنيا بتصريحات غريبه جدا وبهشتاجات غريبه جدا مش هتفيدك في اي حاجه، ولكن هتضر الفريق وهتضر محمد الشناوي حارس النادي الاهلي اللي هيشارك بشكل مستمر ما دام هو متواجد داخل القلعه الحمراء وما فيش اي اصابات. علشان تبقى فاهم الصوره، محمد الشناوي هو حارس النادي الاهلي، ما فيش اي حد يقدر يختلف على اي حاجه زي كده، وهو كمان الحارس الاول لمنتخب مصر. انا ما بشجعش اهلي ولا بشجع زمالك، ولكن انا ضد فكره ان انت من اول غلطه للاعب تنسى له اي حاجه حلوه هو عملها. انا ضد الفكره دي. انا عايزك لو غلط مره واثنين وثلاثه وعشر لا خلاص ده كده الموضوع انتهى، لا يصلح ماشي، وانا هقول لك مشي كمان، لكن مش من غلطه او من غلطتين تبقى انت خلاص كده وتنسى كل الحاجات الجميله اللي عملها. لا، انت المفروض تقول له راجع نفسك محمد الشناوي، اجتهد يا محمد الشناوي، ده اخرك في الكلام، مش تقول له اسحبه منه القاده وتحبط نفسيته. ده كان الفيديو باختصار، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك للفيديو ده.